بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتعلمين والمتعلمات، نلتقي في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس الرياضيات، والذي نرون من خلاله أن نراجع كل ما تعلق بالأعداد الكسرية وأن نبنيه من أجل التوصل إلى فهم جمع وقطع عددين كسريين وضربهما وقسمتهما. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى نبدأ كما وضعنا تصميمنا. أولاً تقديم، يعني ما هو العدد الكسري؟ ثانياً توحيد مقام عددين كسريين. النقطة الثالثة مقارنة عددين كسريين. النقطة الرابعة جمع وطرح عددين كسريين. ثم النقطة الخامسة ضرب عددين كسريين. وأخيراً النقطة السادسة قسمة عددين كسريين. إذن الأعداد الكسرية، لما نقسم عددا صحيحا على عدد صحيح نحصل على ما يسمى بعدد كسري. مثلا أجعل 4 مقسوم على 5، نقول هذا عدد كسري. لما نقسم 7 على 3 نقول هذا عدد كسري. لما نقسم مثلا 19 نقسمه على 9 أو نستعمل الألوان، نحافظ على الانسجام. نقول هذا عدد كسري. إذا كمراجعة، 4 على 5 عدد كسري، 7 على 3 عدد كسري، 19 على 9 عدد كسري. كما تلاحظون هناك عدد في الأعلى وعدد في الأسفل. في كل هذه عدد في الأعلى، عدد في الأسفل، عدد في الأعلى وعدد في الأسفل. إذا هذا يستوجب تسمية جديدة. العدد الذي في الأعلى نسميه بسط. نسميه بسط. تذكروا معي حفظكم الله، العدد الذي في الأعلى بسط. إذن في العدد الأول البسط هو 4، في العدد الثاني البسط هو 7، في العدد الثالث البسط هو 9. ننتبه إلى الأسفل، 5 3 9، نسميها تسمية فقط، مجرد تسمية. نقول هذا مقام لكي نميز عدد السطر الأول عن عدد السطر الثاني. فنقول 4 بسط و5 مقام، 7 بسط و3 مقام، 19 بسط و9 مقام. إذا بعدما تعرفنا إلى مفهوم العدد الكسري وقلنا بأنه قسمة عدد على عدد، وله بسط وله مقام، ننطلق إلى النقطة الثانية، توحيد مقام عددين كسريين. إذا نأخذ عددين كسريين ارتجالا أو اعتبارا، تأخذ مثلا 3 على 5 و4 على 10. نلاحظ بأن مقام العدد الأول هو 5 ومقام العدد الثاني هو 10. كي يصبح المقام موحدا نلاحظ بأن 10 هي من مضاعفات 5. إذا نحول 5 إلى 10. كيف ذلك؟ نضرب 5 في 2، 3 على 5 و4 على 10. نلاحظ بأن المقامين مختلفين، إذا لا بد من توحيدهما. نلاحظ بأن 10 هي من مضاعفات 5، إذا سيكون المقام الموحد هو 10. 10 10 5 نضربها في 2، 3 أيضا في 2، إذا 3 في 2 تعطي 6، 4 على 10. نلاحظ بأن 3 على 5 و4 على 10 أصبح 6 على 10
وأربعة على عشر. نقول هذين العددين الكسريين لهما نفس المقام، إذا مقامهما واحد، إذا قمنا بتوحيد المقام. نرى الحالة الثانية من توحيد المقام، لما يكون العدد الكسري الأول أو الثاني مقامهما لا علاقة بينهما، يعني لا قاسمة مشتركة لهما. مثال هذا ننتبه، أربعة على سبعة و خمسة على تسعة. إذا تأملنا المقامين سبعة وتسعة، لا أحد منهما يقسم الآخر ولا أحد منهما من مضاعفات الآخر. إذا نبحث عن مضاعف مشترك لهذين العددين. إذا نحفظ جدول الضرب جميعا، إذا هو 63. إذا 63 يعني سبعة مضروبة في تسعة، تسعة في أربعة، كذلك تسعة لتصبح 67 تضرب في سبعة، وكذلك الخمسة في سبعة، وهذا يعطينا عددين كسريين جديدين لهما نفس المقام، أربعة في تسعة 36 على 63. العدد الكسري الثاني خمسة في سبعة 35 على 36. إذا هكذا انطلقنا من عددين مختلف مقامهما إلى عددين كسريين موحد مقامهما. هذا سيعيننا كثيرا في النقطة الثالثة، ما هي؟ مقارنة عددين كسريين. لنفترض عددين كسريين، نريد أن نقارن مثلا خمسة على أربعة، نقارنها ب ستة على ثمانية، أيهما أكبر وأيهما أصغر؟ إذا لا يمكن أن نقارن عددين كسريين إلا إذا كان لهما نفس الوسط أو لهما نفس المقام. يعني الحل هو توحيد المقام. مقامهم الموحد ثمانية، إذا نضرب في اثنان ثم نضرب في اثنان يصبح لدينا خمسة في اثنان تعطي عشرة، أربعة في اثنان ثمانية، ثم ستة على ثمانية. الآن أصبح لهما نفس المقام ويمكن أن نقارنهما ونجد أيهما الأكبر والأصغر. إذا عشرة مقسومة على ثمانية وستة مقسومة على ثمانية، أكيد أن عشرة هي أكبر من ثمانية، أو بإخفاء المقامين نرى عشرة هي أكبر من ستة. مثال آخر، نفترض واحد على خمسة، نريد أن نقارنهم بثلاثة على أربعة. نلاحظ المقامين أربعة وخمسة، لا أحد منهما يقسم الآخر ولا أحد منهما من مضاعفات الآخر. الحل توحيد المقام، مقامهم مضاعفهم المشترك أصغر مضاعف مشترك هو 20. إذا خمسة نضربها في أربعة لتصبح 20، كذلك وسطها أربعة لتصبح 20 تضرب في خمسة، كذلك بسطه. إذا العمليات نقارن، نعد، واحد واحد في أربعة أربعة، خمسة في أربعة 20، ثلاثة في خمسة 15، أربعة في خمسة 20. نلاحظ
نفس المقام. إذن 4 على 20، 15 على 20 نفس المقام، نخفي المقام كأنه غير موجود، تبقى لنا 4 مقارنة ب15. إذن 4 فهي أصغر من 15، وهكذا يكون العدد الكسري. 4 على 20 فهو أصغر من 15 على 20. وصلنا إلى النقطة الثالثة، جمع وطرح عددين كسريين. لنفترض عددين كسريين اعتبارا 4 على 7 زائد 5 على 3. لا يمكن أن ننجز هذه العملية إلا بتوحيد مقام هذين العددين الكسريين. إذن 7 ليس مضاعف لـ3، 3 ليس قاسم لـ7. إذن الحل هو البحث عن أصغر مضاعف مشترك ممكن. إذا نظرنا في جدول الضرب نجد أصغر مضاعف مشترك بين 7 و3 هو 21. إذا نكتب هذين العددين بطريقة أخرى ونجعل مقامهما 21. نقارن 7 ل21. كيف انتقل 7 إلى 21؟ ضربناه في 3، وكذلك بسطه يضرب في 3. 4 مضروبة في 3 تعطينا 12. نقارن الآن 3 ب21، كيف أصبحت؟ ضربت في 7، وكذلك بسطها يضرب أيضا في 7. ثم 5 في 7 تعطينا 35. نحافظ على انسجام الألوان. تساوي إذا أصبح المقام موحدا 21. ثم العدد الأول 12 يأتي إلى مكانه هنا، تكتبه 12، ثم تلحق به الإشارة زائد، ثم يلحق بهما العدد الثاني 35. ثم ننجز العملية. (12 + 35) 2 + 5 = 7 3 + 1 = 4. إذن الخارج هو 7 و4. إذن بعدما تعرفنا إلى مفهوم العدد الكسري وتعرفنا كيف نوحد مقام عددين كسريين، ثم انتقلنا واستعمل هذه التقنية في جمع عددين كسريين. الآن سنطبق توحيد مقام عددين كسريين في تقنية الطرح وحساب الفرق بين عددين كسريين. نأخذ مثال. لدينا 4 على 5 - 1 على 3. إذا تأملنا المقامين 5 و3، لا أحد منهما يقسم الآخر ولا أحد منهم مضاعف الآخر. إذا ما هو الحل؟ نبحث في جدول الضرب عن أصغر مضاعف مشترك بين 5 و3. إذا أنتم ابحثوا وأنا أعد العدة. لعلكم وجدتم الجواب. الجواب هو 15. أقارن 5 ب15، كيف انتقلت 5 من 15؟ لا شك أننا ضربناها في 3، وكذلك بسطها يضرب في 3. 4 في 3 تعطي 12. نقارن الآن 3 ب15، كيف انتقل 3 إلى 15؟ ضروري ومؤكد أنه ضرب في 5.
وكذلك البسط يضرب في 5، 1 في 5 يعطي 5. هاقد وصلنا إلى عدد المقامين موحدين، إذن سهل العمل. إذن 12 على 15 ناقص 3 على 15 مقام واحد 15. نأتي بالعدد الأول، اثنان عشر ثم الإشارة ناقص ثم 5 والآن نحسب الفرق. المقام 15، 12 ناقص 5 تساوي 7. إذن هكذا تعرفنا إلى جمع وباقي عددين كسريين. بقي الآن النقطة الخامسة، ضرب عددين كسريين. نأخذ عددين كسريين، 3 على 7 وضرب في 4 على 5. بالنسبة لإشارة مهمة نعقلها جيدا، بالنسبة للضرب وقسمة عددين كسريين لا نحتاج أبدا وإطلاقا إلى توحيد المقام، عملية آلية. البسط مضروب في البسط يعطي البسط، والمقام مضروب في المقام يعطي المقام. إذن 3 مضروبة في 4 تأتي 12، ثم 7 مضروبة في 5 تأتي 35. إذن هذا عن ضرب الأعداد الكسرية. ماذا عن قسمة الأعداد الكسرية؟ نأخذ مثال، آخذ 11 مقسوم على 13، نريد أن نقسمه على 5 على 4. وكما نبهت هنا كما في الضرب لن نحتاج إلى توحيد المقام، مع ملاحظة مهمة، نحتفظ بالعدد الكسري الأول على هيئته، يعني 11 على 5 على 13. إشارة القسمة تنقلب إلى ضرب، تنقلب إلى ضرب. ثم العدد الكسري الثاني نأخذ مقلوبه، عملنا مقلوبه، مقامه يصبح بسطا وبسطه يصبح مقاما. أعيد، لدينا حساب 11 على 13 مقسوم على 5 على 4. العدد الكسري نحتفظ به على هيئته 11 على 13. القسمة تنقلب إلى ضرب، ثم العدد الكسري الثاني ينقلب، يعني نأخذ مقلوبه، بسطه يصبح مقاما ومقامه يصبح بسطا. الآن أصبحنا في عملية الضرب التي قمنا بشرحها بعد قليل، نضرب البسط في البسط ويعطينا البسط. احسبوا معي من فضلكم، 11 في 4 44، ثم 13 في 5، 5 في 3 15 نحتفظ بواحد، 5 في 1 5 زائد 1 6. إذن هكذا أعزائي المتعلمين والمتعلمات قمنا بمراجعة الأعداد الكسرية من أولها إلى توحيد مقامها إلى مقارنتها، ثم استعمال تقنية التوحيد في جمع وطرح
الأعداد الكسرية، كما تعرفنا إلى ضرب الأعداد الكسرية وقسمتها. نرجو من الله تعالى أن تعموا الفائدة واجتهدوا وواصلوا العمل، وفقكم الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.